وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفه جديده هنعملها مع بعض يا جماعه. هنعالج ان شاء الله كل مشاكل الحمام باذن الله في الوصفه اللي احنا هنعملها ديت. يلا يا جماعه سموا الله كده واعملوا لايك للفيديو ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه النهارده. مبدئيا كده يا جماعه قبل ما نخش في الوصفه وقبل ما نتكلم نقول اي حاجه، هنعلف الحمام كده مع بعض ان شاء الله. هنشوف الانتاج بتاعنا كده ان شاء الله مع بعض برده، وهنتكلم على الوصفه وهنقول فايدتها ايه. يلا يا جماعه نسمي الله ونعلف كده الحمام مع بعض. اول حاجه قبل ما اعمل اي حاجه، انا منظفه للحمام اهوت زي ما انتم يعني شايفين. اهم حاجه النظافه بقى، منظفه لهم، والعيون اللي هي لقيتها يعني فيها فضلات كتير والحاجات ديت بشيلها واقوم حاطه قش تاني غيره. بالمناسبه يا جماعه، الناس اللي هي كانت بتسالني بتقولي لو انا ما لقيتش قش او ما فيش في المنطقه اللي عندي قش اعمل ايه؟ عادي يا جماعه، ممكن تحطوا نشاره في قلب الصفيحه، ما فيش اي مشكله خالص. بس اي حاجه بس يعني ايه، تبقى البيض عليها والولده تبقى عليها بس، يعني مش الموضوع مش صعب ولا حاجه. فانا دلوقتي كده هعرف الحمام، هنحط لهم بس الشكاره ديت على اساس ان ياكلوا عليها. الاول كده يا جماعه هنعلف الحمام مع بعض. ده الكلفه بتاعتهم، انا على طول بوريكم الكلفه يا جماعه بتاعه الحمام، عشان في ناس كتير لسه لغايه دلوقتي بتسال بتقول يعني ايه كلفه. دي يا جماعه الكلفه اي بتبقى مكونه من جميع العناصر فيها كل حاجه، ويمكن انا معظم الفيديوهات بوريها لكم، بس برضو لغايه دلوقتي بلاقي في ناس بتقول يعني ايه كلفه، ما اعرفش بقى يعني في فعلا الناس ما تعرفش يعني ايه كلفه. ايه في فول وفي غله وفيه برضو علف بياض وفيه وبسله، يعني فيها كل جميع العناصر اللي انت عايزاها، وفيه برضو اللي هو الذره العواجي دوت، وفيه عدس اصفر، في كل حاجه. لو انت حابه تعملها على ايدك ممكن تعملها على ايدكوا برضو عادي، مفيش اي مشكله. انا هحط لهم يا جماعه الشكاره، يعني محدش يستغرب ان هي على الشكاره، بس علشان ما شاء الله العدد كتير يبقى واخد راحته في الاكل. حتى لو حاجه وقعت على الارض عادي يعني مفيش مشكله، لان طبعا احنا منظفين، حد يعني لو وقعت حاجه على الارض مفيش مشكله اهو. برده يعني مش هكتفي برده بكده، لان برده ممكن الشكاره دي ما تاخدش الكميه اللي انا هحط فيها. في شكاره يعني فيه برده الوعيه بتاعته، ما هي هحط فيها برده شويه على اساس المكان هناك ما يبقاش زحمه. ده كده يا جماعه احنا حطينا الكلفه للحمام، ما شاء الله الحمام كله دلوقتي بياكل. وهو بياكل بقى، الاول قبل ما نخش نشوف الوصفه بتاعتنا، تعالوا بقى ان شاء الله اوريكم الانتاج، عشان كانت في ناس كتير فرصه يعني، لان هم دلوقتي كلتهم قايمين على البيض بياكل، فرصه ان انا اوريكم الانتاج، عشان في ناس كتير قد طلبت قالت ورينا ان عندك انتاج الحمام. فكانت في دفعه بقى يا جماعه كانت يعني انا قطفتها، فهم دلوقتي بداوا يبيضوا تاني. تعالوا بقى نسمي الله كده ونشوف مع بعض الاول قبل ما نخش في الوصفه. لا ما شاء الله بيضه اهيت، في هنا برده يا جماعه يعني دي ما شاء الله مطلعه اهيت اهي، بس هي يعني بتتعمل بجناحها عشان خايفه على عيالها. هنا بسم الله ما شاء الله، هنا برده في زغليل اهيت اهو كده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى اللي لسه بيض اهو، ده لسه بايض فوق منه برده ما شاء الله بايض. فوق منه كمان هنا ما شاء الله بايض اهوت، ده برده بايض اهي ما شاء الله. هنا برده اللي جرها برده هنا ما شاء الله، يعني ده كله يعني ما شاء الله، يعني انا قطفت دور انا قطفت دور وما شاء الله رجعوا بيضوا تاني اهوت، يعني في اللي هو مطلع وفي اللي هو لسه بيبيض. تعالوا بقى نطلع فوق ما شاء الله اهي، دي لسه بيضه اقولكش، بس البيضه بتاعتها صغيره قوي، ما اعرفش بقى يعني دي لسه مبشره ولا ايه. اهي بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بقى مش عارفه مطلعه ولا تحتها بيض. يعني هي ده بتحط تحتها بيضه اهي، بس هي عماله بتناكف علشان ما قومهاش. تعالوا بقى نبص تحت هنا، بسم الله ما شاء الله، هنا زغلوله اهي. الزغلوله دي شكلها حلو قوي يا جماعه، ده ان شاء الله انا ناويه اطلقها، يعني انا مش هذبحها ولا حاجه، ده ان شاء الله ناويه اربيها، لان شكلها جميل قوي.
الهمة دي شرسة شوية، شوف يعني بتعض، مش بس ده كده برضه. بسم الله ما شاء الله، هنا هشوف هي مطلعة ولا بيضة، لا تحتها بيض. اهي هي برضه عمالة بتنقر، مش عايزة تقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي تحت برضه هنا بسم الله ما شاء الله برضه، اهي لو انتم ملاحظين بيضة هي تنقيم مع البيض بتاعها تحت برضه خالص اهي. يعني ما شاء الله يعتبر معظم الصفايح عندي كلها بسم الله ما شاء الله مطلعة بيضة، كله بيض يعني. قليل قوي لو لقيته دي برضه اهي، ثابت البيض وقامت اهي ما شاء الله. ده برضه يا جماعة عيال كله بيعمل بيضرب بجناح اهي، نايمة على البيض بتاعها. حتى الزغلولة بتضرب بجناح. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا جماعة ده بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ده برضو نايمة على بيضة اهي، ده نايمة على بيض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده برضو يا جماعة اهي نايمة على البيض بتاعها اهي، بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى هنا بسم الله ما شاء الله، يعني قبل ما اوريكم حاجة شوفوا ديت. نيجي هنا برضو يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الحمامة البيضة ديت برضو نايمة على بطنها اهي. تعالوا بقى بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دي اربع بيضات، عشان انا بلاقي يا جماعه من ده كتير، وفي ناس ما بتصدقش، يعني ما بتصدقش. بسم الله ما شاء الله البيض بتاعها سخن اهو، يعني سخن في حاجه نايمه عليه. وفعلا والله يا جماعه اول مره اشوف اشوف البيض ده دلوقتي قدام معاكم وانا بصور، دي اول مره اشوف كده وانا بصور معاكم. في ناس كتير بقول لهم يا جماعه والله انا بلاقي الحمام بيبيض بالاربعه وبالخمسه، وبسم الله ما شاء الله بلاقي من ده كم مره، الاقي من ده الاقي مطبات خمس. هو انا معاكم يعني، انا ممكن يعني ده يكون اتنين بيضين على بعض، انا ما قلتش ان الحمامه واحده مطلعه، لا ده ممكن يكون في حمامتين نايمين على بعض دهن. بس انا ما بشوفش بصراحه، يمكن اول مره اشوف الموضوع ده. بس عامه يعني بيقابلني كتير، بيقابلني ثلاثات واربعات ونوبه فعلا والله العظيم لقيت خمسه، وما شاء الله الخمسه فعلا طلعوا. بس يعني هي ما اكلتهمش كلتهم، انا سبت تحتها ثلاثه، لما هي طلعت الخمسه وخدت اثنين وزعتهم على مع حمام ثاني، يعني كل واحده مطلعه اثنين او ثلاثه بقت هاخد لها واحد، وما شاء الله طلعوا وكبروا وبقى حلوين زي الفل. ده كده يا جماعه انا يعني اوريكم الانتاج بتاع الجزء دوت اللي انتم شايفينه ده. ده كده انا اوريكم الجزء بتاع اللي انتم شايفينه ده بسم الله ما شاء الله كلته كله بيض اللي انتم شايفينه ده، وده اللي انا اوريكم فيه الاربع بيضات اهوت ما شاء الله. تعالوا بقى اما نشوف الجهه ديت الجزء ده في الانتاج بتاعه ايه وعامل ايه. ده يا جماعه بقى الجزء الثاني، تعالوا بقى نشوف الانتاج بتاعه عامل ازاي، في زغاليل ولا في حاجه بيضه ولا في حاجه لسه مطلعه. تعالوا بقى كده نسمي الله مع بعض. تعالوا بقى نشوف الصف التحتاني، هنا مفيش هنا جزء لسه معرفش ده مولف لسه مع بعض اهوت، ده لسه مفيش. طيب هنا بقى هنا في زغلوله واحده اهي دي بسم الله ما شاء الله برضو، ديت عايزه الاحجام بتاعتهم عامله ازاي. ده كده واحده اهي. تعالوا بقى فوق هنا، ده ما شاء الله في زغلولين اهوت اهو، حمامتين لسه صغيرين برضو عايزين القطف، يعني هو معظم اللي هنا عايز القطف بقى كله. بسم الله برضو هنا واحده نايمه تحت امها اهيت بتضرب بجناحها برضو هنا ده ما شاء الله نايمه على اثنين. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم لسه نايمة على البيض ده، هنا برضو اهيت دي زغلولة لسه صغيرة. هنا بسم الله الرحمن الرحيم هنا اتنين اهو، ده كده بسم الله ما شاء الله اهو زغلولتين اهمت تحت منها بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ده لسه برضو يعني هو يعتبر كلته بيض دلوقتي، كل الحمام عنده بيض دلوقتي بسم الله ما شاء الله. اللي تحت دي لسه برضو بيضه اهي، هنفضلوها شويه. ده هنا برضو يا جماعه هنا اتنين، ده واحده اهيت وواحده جوه. نشوف بقى في تحت هنا واحده اهيت دي نايمة لسه على البيض اللي قامت ديت، دي لسه نايمة ما شاء الله على البيض. في هنا برضو اهو بيض
يعني يعتبر كله بيض. هنا برضو دي اخر حاجه، دي قامت اهي، دي بسم الله ما شاء الله. برضو يا جماعه دي نايمه على البيض ده، بس عشان الناس يعني ايه، انا عملت كده علشان الناس اللي هي طلبت مني. يا جماعه بقى كان الانتاج بتاعنا، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون عجبكم. اللي لسه ما عملش لايك يا جماعه، يعني يا ريت يعمل لايك قبل ما اخرج من الفيديو. وسامحوني لو ما كنتش عملت لكم الوصفه، لان الوقت فعلا كان هيطول عليكم. الوصفه ان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي باذن الله هعملها لكم.